نفى مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ التهم الموجهة لشركته بتغليب الربح على سلامة المستخدمين ورفاهيتهم، مؤكدا أنها أنشأت عدة منصات للسلامة والترفيه ومحاربة المحتوى الضار. ونشر زوكربيرغ مذكر عبر صفحته على فيسبوك قال فيها أن التهم الأخيرة بشأن تغليب الأرباح على حساب الصحة والسلامة والترفيه غير صحيحة ولا تعكس الشركة التي نعرفها. ويأتي نشر المذكرة عقب جلسة عقدتها لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي استجوبت خلالها موظفة سابقة في فيسبوك كانت قد سربت وثائق تتهم الشركة بتغذية الانقسامات والتأثير سلبا على الصحة العقلية لصالح الربحية. وقال مؤسس عملاق التواصل الاجتماعي أن العديد من الادعاءات لا معنى لها إذا أردنا تجاهل أي ضرر لمنصاتنا، إذن لماذا نهتم بمكافحة المحتوى الضار؟ ولماذا نوظف عددا أكبر بكثير من الأشخاص المكرسين لهذا الغرض؟